السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعينا الكرام أينما وحيثما كنتم من هنا من المدينة المنورة وتحديدا من أمام جبل أحد، وراح نتوجه معكم إلى جبل الرماه ونشاهد الأحداث التاريخية الموجودة في هذه المنطقة. الجميع يستمتع بهذه المناظر والصعود إلى الجبل. جبل أحد جبل يحبنا ونحبه، ما شاء الله تبارك الله. والله من بعيد انشاف سهل، ولكن تقريبا الصعود لهذا الجبل صعب. صورة من أعلى الجبل للساحات ومقبرة شهداء أحد. صورة كاملة لجبل أحد. نشاهد منارات الحرم من أعلى قمة جبل الرماه، و جبال المدينة المرتفعة حول مسجد رسول الله.
وهذا غروب الشمس من أمام جبل أحد.